الزمالك بيفوز بتاني سوبر ليج في 6 ايام، والمرة دي على حساب الاهلي بعد مباراة نوعا ما غريبة من فايلر والناحية التانية معتادة من كارتيرون. مباراة كانت شكلها غريب جدا في الشوط الاول واغرب في الشوط التاني، تغييرات غلط هنا تغييرات صح هنا، حاجات غريبة حصلت في المباراة وضربات جزاء خطيرة. هنتكلم في كل حاجة في مباراة النهاردة، فقبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول بأول، ويلا بينا نخش في الحلقة. الزمالك النهارده بدأ بتشكيل نفس التشكيله هي اللي بدأ بيها ضد الترجي، والناحيه الثانيه الاهلي بدأ بال 4 2 3 1 او 4 قريبه ال 4 3 3 شويه، بدأ محمد الشناوي قدامه ياسر ابراهيم، رامي ربيعه على اليمين، بيلعب محمد هاني على الشمال، علي معلول الاثنين في نص الملعب، اليو ديانج وعمرو السوليه قدامهم، قفشه على الشمال بيلعب بجيرالدو، على اليمين بيلعب حسين الشحات، وقدام بيلعب كمهاجم جونيور اجيه. انا متفاهم الحته اللي هو يلعب بجونيور اجيه بدل مروان محسن، هو عايز المهاجم اللي يضغط على لعيبه نص الملعب، المهاجم اللي ينزل ويضغط مع قفشه على لعيبه نص الملعب ويضغط على الاثنين اللي هم فرجاني ساسي وطارق حامد. ده كان بيتحاول يطبقه نوعا ما اجايه شويه، اللي هو بيخرج بره منطقه الجزاء وينزل يضغط مع قفشه في نص الملعب، فكان بيخرج بره منطقه الجزاء كتير وينزل مع قفشه نوعا ما في نص الملعب او في منطقه صانع العاب عشان يضغط على لعيبه نص الملعب اللي هم طارق حامد وفرجاني ساسي. بس الشكل العام كان في الشوط الاول ان الاهلي هو اللي مستحوذ، هو اللي ضاغط، هو اللي بيعمل كل حاجه في المباراه، والزمالك هو رد الفعل. بما ان الزمالك هو رد الفعل، فالناحيه التانيه الاهلي ما كانش هيسمي ان انت الاهلي ضاغط عليك وكان بيحاول يسجل، اللي هو حسين الشحات والجمله المعهوده اللي يبقى المباراه او اللعب في اتجاه ومره واحده تتحول لاتجاه تاني، وده اللي كان بيحصل كتير جدا، ان الكره تبقى عند جيرالدو تتحول الناحيه التانيه لحسين الشحات والكره تبقى عند حسين الشحات وبيلفها الناحيه التانيه عند جيرالدو. الحته دي كانت بتعمل كتير في الشوط الاول، ان هو بيحاول يفتحوا مساحات يلعبوا في ظهر الباكات بتاعت الزمالك وبالاخص ورا حازم امام، لان حازم امام معروف انه ضعيف سواء هجوميا او دفاعيا، الحتتين بتاعت حازم امام سيئه، فكان الاهلي بيحاول يشتغل في المساحه اللي ورا حازم امام، وفعلا في كورتين خطار جدا، واحده اتحسبت اوف سايد والثانيه جيرالدو ضيعها بدماغه بعد ما اترفعت له كويس جدا وطلع لوحده خالص وحط الكوره فوق العارضه. وبعد الكوره دي الاهلي هو فضل مستحوذ وفضل ضاغط وفضل بيهدد مرمى الزمالك، بس الزمالك الناحيه الثانيه كان بيحاول على استحياء، كوره من مصطفى محمد وكوره ثانيه برده من مصطفى محمد، ده كان شكل الزمالك الوحيد ان هو اللي بيوصلك لعب فردي، واللعب الفردي ما كانش باين قوي لان بن شرقي ما كانش ظاهر تقريبا طول المباراه، والناحيه الثانيه زيزو كان مشغول شويه بالمهام الدفاعيه مع حازم امام عن المهام الهجوميه، فكان اللي عندك الحل الوحيد ان انت تستغله هو مصطفى محمد. مصطفى محمد الكره اللي كانت بتجيله كان بيشوط على المرمى على طول، وفي كورتين هدد منها مرمى الاهلي بالشكل ده وبالاسلوب ده. الاهلي فضل الشوط الاول هو اللي ضاغط، هو اللي مستحوذ، هو اللي بيهدد، والزمالك بيحاول على استحياء. الشوط الاول خلص 0-0. الصفر صفر بتاع الشوط الاول دي ادت ان ممكن الشوط الثاني يحصل شكل ثاني، شكل مغاير، ان الشوط الثاني الزمالك مثلا ينزل ضاغط على دفاع الاهلي انه يجيب جون او يقدر يخرج من المباراه باي نتيجه ايجابيه. والناحيه الثانيه الاهلي كنا معروف ان الاهلي هينزل الشوط الثاني بيلعب بنفس الشكل، الضغط العالي واللي هو يقرف الزمالك وان هو يضغط ويجيب جون من اول الشوط الثاني. الشوط الثاني بدأ وده اللي حصل بالفعل، ضغط 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 من كل حته في الملعب، نفس اللي حصل الشوط الاول، بدأت الشوط الاول كان برده نفس الضغط ده، اجاي وجيرالدو وحسين الشحات وقفشه كانوا بيضغطوا ضغط شرس جدا على حامل الكوره في نص ملعب الزمالك. الشوط الثاني هو ده اللي حصل، لعيبه الاهلي كانت بتضغط ضغط شرس جدا جدا على نص ملعب النادي الزمالك، في نص ملعب نادي الزمالك سواء فرجاني ساسي او اوباما او طارق حامد او بن شرقي او زيزو او اي حد في نص ملعب الزمالك حامل الكوره بيضغط عليه ضغط شرس جدا لحد ما استخلصوا من الكوره. بس الغريب ان انت بعد ما بتضغط وبعد ما بتستخلص الكوره ما بتهددش مرمى الزمالك، مرمى الزمالك الشوط الثاني ما حصلش عليه تهديد كتير غير تقريبا في كوره او كورتين، كوره محمد هاني وكوره كهربا في اخر الماتش وكوره تقريبا من جونيور اجاهي، غير كده ما فيش تهديد كبير على مرمى الاهلي على مرمى الزمالك. لكن الناحيه الثانيه الزمالك بنوعا ما كانش بيهدد اصلا مرمى الزمالك، مرمى الاهلي الزمالك ما راحش كتير على مرمى الاهلي، ما شفناش محمد الشناوي بيتمطع مثلا وبياخد الكوره، او ما شفناش مثلا لاعب بيهدد لاعب يروح انفراد لاعب بيهدد مرمى الاهلي، ما فيش.
براجع ان الزمالك اصلا ما كانش بيضغط ضغط عالي على الاهلي. الزمالك تقريبا ما كانش بيضغط كليا في نص ملعب الاهلي. اول الاهلي كان بياخد الكوره ولعيبه الاهلي كانت بتحضر اللعب بسيط جدا وبتحضر اللعب بكل سهوله لان لعيبه الزمالك ما كانش بتضغط عليه من اساسه، سواء مصطفى محمد او نجم لما نزل او بن شرقي او اوباما او اي حد من الصفوف الامامي او الشكل القدام بتاع الزمالك ما كانش بيضغط على لعيبه الاهلي، فلعيبه الاهلي كان عندها اريحيه نوعا ما. بس الغريب اللي ما كنتش فاهمه ان انت عندك اريحيه اللي انت تبني اللعب كويس جدا، الغريب اكتر ان انت كنت تعتمد على الكره الطويله وان انت تعتمد على الكره المرسله اللي انت اول ما تلعب كره طويله والكره الثانيه انت كنت تبتدي تاخدها بتبتدي تضغط عشان تجيبها لو اتاخدت منك. دي اللي ما كنتش فاهمها من فايلر بصراحه، اللي انت بتحضر براحتك، الزمالك مديك كل اريحيه اللي هو ما بيضغطش عليك اصلا، والغريب الاكتر انت تلعب الكره الطويله وتاخد الكره الثانيه. دي ما كنتش فاهمها، وحتى التغيير بتاع فايلر او التغييرات بتاع فايلر كانت بتدل على كده، اللي انت نزلت اليو باتجي اللي انت خلاص اللي انت تعتمد على الكرات الطويله وتاخد الكره الثانيه. ده اللي كان بيعمله فايلر تاني، وحتى اتكلموا بعد الاستوديو ميدو كان بيتكلم في الحته دي اللي هو ليه فايلر بيلعب كره طويله ياخد الكره الثانيه، اللي انت تلعب على الارض افضل بكتير. والتغييرات بتاع فايلر اصلا كانت سيئه، اللي انت بتنزل بادجي بعد كده بتنزل كهربا بعد كده بتنزل في الاخر محمود متولي. تغييرات ليه بتنزل التغييرات دي؟ اليو بادجي مهاجم نوعا ما ممكن يفيدك، كهربا انت نزلته لعبته مش في مكانه، ان انت نزلت كهربا بيلعب ناحيه اليمين، كهربا المفروض يلعب ناحيه الشمال، فانت ليه بدات الكهربا ناحيه اليمين؟ دي برده مش فاهمها، وليه نزلته ناحيه اليمين؟ دي برضو مش فاهمها بصراحة من فايلر. وكمان فايلر حتى التشكيل اللي نزل بيها اصلا فيها اخطاء، اولهم هو جيرالدو معروف اللي هو بيحب المساحات، ومعروف برضو ان الزمالك هينزل يلعب دفاع كومباك وانه يقفل المساحات ويقفل على المساحات وما عندكش اي مساحة في الملعب، فجيرالدو مش هيفيدك، وده اللي حصل ان جيرالدو ما فادكش اصلا. الاهلي شكل غريب، كان فايلر ارى مباراه ممكن اراها غلط، البدايه بتاعت المباراه كانت خاطئه من بدايه من التشكيل، حتى التغييرات وحتى الاعتماد على الكرات الطويله وناخد الكره الثانيه دي كان خطا كبير جدا من فايلر. الناحيه الثانيه كارترون كان مؤدي المباراه كما هي، اللي هو انا هدافع انا اعتمد على المرتدات، المرتدات دي جابت لي جون خير وبركه، ما جابتش لسه في ضربات جزاء وهقدر اكسب في ضربات الجزاء. ده اللي كان بيحصل، ان اصلا امبارح كارترون مدرب اللعيبه على ضربات الجزاء وانه يلعبهم على ضربات الجزاء، واللعيبه ادت ضربات الجزاء كويسه في التمرين. فالنهارده لعيبه الزمالك كانت احنا هنلعب كومباكت ودفاع كومباكت وهندافع وهنلعب على هجمه مرتده، والهجمه المرتده دي جابت جون خير وبركه، ما جابتش خلاص احنا عايزين ضربات الجزاء، وده اللي حصل. فكارتيرون ولعيبه الزمالك كانت قاعده ومستنيه ضربات الجزاء وانها تروح ضربات الجزاء. حتى الناحيه الثانيه فايلر ما قدرش يفك الحته دي، ما قدرش يفك دفاعات الزمالك، ان لعيبه الزمالك لما كان الكوره بتبتدي يقربوا من منطقه جزاء الزمالك ومرمى الزمالك الضغط بتاع الزمالك بيزيد، ولعيبه الزمالك بتضغط اكتر واكتر ان هي تطلع بالمباراه لبر الامان، اللي هي اصلا في ارهاق، اللي احنا رحنا الدوحه ونزلنا من الدوحه للاردن ومن الاردن لمصر ومن مصر بعد كده رجعنا الامارات تاني، فلفه كبيره خلت لعيبه الزمالك مرهقه، فالارهاق ده نوعا ما خلى لعيبه الزمالك تهدى شويه، مش عايزين نضغط مش عايزين نبذل مجهود كبير. حتى التغييرات اللي حصلت تغييرات كويسه وفيها فكر، ان انت خرجت اوباما نزلت عبد الله جمعه اللي يلعب مكان بن شرقي وبن شرقي يخش القلب عشان عبد الله يساند نوعا ما عبد الشافي، وزيزو يساند حازم امام. بعد كده في التغيير الثاني خرجت زيزو ونزلت ونجم، والتغيير الاخير خرجت مصطفى محمد ونزلت شيكابالا ولعبت بن شرقي كمهاجم. حتى التغييرات بتاعتك كويسه، تغييرات ممكن تفيدك في ضربات الجزاء وتغييرات هتفيدك في ارض الملعب سواء دفاعيا او هجوميا، وده شفناه في ضربات الجزاء. بعد المباراه ما انتهت وصلنا ضربات الجزاء، دخلنا محمد الشناوي صد، ابو جبل صد، صد ابو جبل تاني، بعد كده عبد الله جمعه جاب الجول وكسب المباراه. عايز اتكلم في كذا حاجه قبل ما انهي الحلقه. اول حاجه طارق حامد وكهربا، اللي حصل في ماتش النهارده مش كويس، اللي حصل في ماتش النهارده مش حلو، اللي انت طارق حامد كان دخل بغل في الاول في كهربا، وبعد كده كهربا حاول يرد عليه بزقه غريبه، سواء من طارق حامد في تدخل عنيف اللي عمله في الاول، او طارق او كهربا الزقه اللي حصلت خلت فيه مشكله، خلت فيه مشكله وطارق حامد شتم كهربا، وكهربا شتم طارق حامد وحصلت شده في الماتش، خلت طارق حامد ياخد انذار وكده. حتى بعد المباراه بعد ما الماتش خلص عبد الله جمعه بعد ما جاب الجون جري على جمهور الاهلي، واللي انا هو
انا موجود، انا اللي كسبت فريقي. وده ادى لمشكله ثانيه، ان كهربا تاني اتخانق لكن المره دي مع عبد الله جمعه، وادى لطرد كهربا في الاخر. الشكل ده بنشوفه في كل مره في السوبر ما بين الاهلي وبين الزمالك، لازم يحصل مشكله. مره حصل مشكله لرمضان صبحي، مره حازم امام، مره هو كهربا، لازم يحصل مشكله في كل مره في السوبر. بصراحه مش فاهم ليه لعيبه الزمالك بتشد الشده الاوفر دي، بتخلي الجمهور في المدرج يهيج اكتر، بتخلي الجمهور في المدرج بيشتم في بعضه جامد. ممكن في لقطه من اللقطات دي واحد من الجمهور ينزل الملعب التاني، ينزل الملعب تحصل كارثه، سواء من جمهور الزمالك او من جمهور الاهلي. الجمهور مندفع، في شباب مندفع في المدرج، في شباب مش واعيه هل ده ممكن يضره او لا، ممكن ينزل الملعب في اي لحظه وتحصل كارثه. لازم لعيبه الزمالك او لعيبه الاهلي تمسك انفعالاتها شويه، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك لازم تمسك نفسها شويه، سواء بقى كهربا، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود علاء، اجاي، عبد الله جمعه، اي حد لازم يمسك نفسه. لازم التعصب يقل، لازم التعصب يهدى، لان احنا بنشوف صفحات الاهلي وصفحات الزمالك بيبتدي يخش في اعراض مرات مرات شيكابالا، مرات معالي معلول، بنشوف الناس بتتكلم في اعراض، بنشوف البيجات بتاعت الاهلي وبتاعت الزمالك بتتكلم في اعراض لعيبه بعينها. فمش حابين ده، مش حابين ليه هنشوف التعصب الاعمى ده. التعصب لفريقك، شجع فريقك زي ما انت عايز، بس بلاش تعصب يؤدي اللي احنا ممكن نشوف كارثه، سواء من جمهور الاهلي او من جمهور الزمالك. في الاول وفي الاخر مبروك 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 لكل جماهير الزمالك، هارد لك هارد لك لجمهور الاهلي، قدموا مباراه كبيره لكن للاسف خسر المباراه. ومبروك لجمهور الزمالك، قدم مباراه نوعا ما كويسه وقدر يخرج بالسوبر. مبروك سوبرين وبطولتين في اقل من اسبوع، دي حاجه كويسه ومعنويه كبيره جدا 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 قبل مباراه الدوري ضد الاهلي، قبل مباراه الترجي في افريقيا. مبروك، نهايه سعيده، نهايه اسبوع كويسه. مبروك لكل جمهور الزمالك. في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه السوبر ما بين الاهلي وما بين الزمالك. قول رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك للقمه اللي جايه، مين اللي هيكسب الاهلي ولا الزمالك. ولو الحلقه عجبتك متنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. طبعا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.